وهو زي ما انت قلت برضو، لو هو لو هو قال حاجة زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. لعبه قادره ظهرت للعيان. الان ما نتمنى ان شاء الله ما يجوزش قاعد الدور الاول، ونتمنى ان شاء الله غير مشاكل داخل المنتخب المغربي. امر رار. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوصل الخبر. اصدقائي اول مره كيشوفوا القناه ما ينساش يشارك فيها ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بجد ديال الفيديوهات. في هذا الفيديو اصدقائي نشوفوا استفزاز من طرف لاعب المنتخب المصري الى المنتخب المغربي، وبالضبط لعز الدين اوناحي اللي خرج في واحد التصريح مع واحد القناه فرنسيه. سالوه على لماذا مصر، يعني رغم ان المنتخب المغربي منتخب قوي وصل للنصف النهائي، ولكن علاش كنشوفوا بان منتخب مصر كياخذ يعني بطولات اكثر في افريقيا. الجواب ديال اوناحي ان المنتخب المصري يقدر يسجل عليك هدف واحد وكيرجع للور ويبقى يبكي ويبقى يطيح باش يضيع الوقت. الاعلام المصري ما عجبوش هذا الجواب من عند عز الدين اوناحي، وهنايا في لقاء صحفي للاعب المصري بانهم ممكن انهم ياخذوا البطولات، يديروا بحالنا وياخذوا البطولات، وحتى حنا تنقول لهم ديروا بحالنا وصلوا للنصف النهائي في كاس العالم 2026. وكذلك اعلامي جزائري حاقد على المنتخب المغربي وكيتمنى ليه الخروج من الدور الاول، وقال على ان المنتخب المغربي هو اول واحد اللي تيوصل الى الكوت ديفوار، وكذلك تيلعب في ملعب من الملاعب اللي غتلعب فيها كاس امم افريقيا. لكن لاحظنا بانه غير حقد وتشويش على اللاعبه. حنا شفنا بان المنتخب المغربي لعب مباراه سيراليون في ملاعب تدريبيه. اصدقائي تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر ديالو، خليوا الاراء ديالكم في التعليق، لايك وبارطاج اصدقائي على هذا الفيديو. نقول لكم فرجه ممتعه، نتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. فيما يخص السؤال اللاعب المغربي، نحن لن نكون قلقون من هذه، فلن نرد على كل التعليقات التي يقوم بها مئات اللاعبين حول العالم. رد على سؤالك، انا الحقيقه الصراحه ما سمعتش حاجه وشفت حاجه، بس الحمد لله لو هو فعلا قال كده احنا الحمد لله بالارقام عندنا 7 بطولات وان شاء الله نحقق الثامنه. وهو زي ما انت قلت برضو، لو هو قال حاجه زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. طيب انا عندي تصريح لنجم منتخب المغرب عز الدين اوناحي، هو عامل اسقاط على حاجه، انا هاخد رايكم. يعني بيقول لك ان منتخب مصر يقدر يسجل جول واحد وبعدين يتقدم 1-0 وبعدين من الكره ثابته وبعدين تبتدي اللعيبه تقع على اليمين والشمال لغايه ما يخلصوا الماتش. ده وقت، ده مصر كلام عن المنتخب ده. والله هو. لا هو نسي. هو ده تصريح عامله لوكاله انباء ايه، وكاله انباء الفرنسيه اسمها ايه؟ لا بروفانس الفرنسيه، بس نقلوا الموقع نقلين وانا الوكاله يعني. لا هو تصريح جميل. يا اوناح احنا برضه لا ده هو احنا بنحبك. يا هو التصريح هايل، بس هو لما رد لما سالوه ليه منتخب مصر دايما بيكسب كاس الامم؟ فده رد. يا استاذ محمد، هو التصريح صح 100%، بس في حاجه بسيطه. شيل مصر وحط اي فرقه من اللي هي جنب، هو او اللي جنبه او اللي جنبه. بس ببساطه يعني، دي مش محتاجه يعني انت ايه رايك؟ وانت لعبت يعني مع منتخبات المغرب وتونس والجزائر، من الناس الكويسه طبعا الواحد بيحبها يعني، بس في الاول والاخر يعني ولا بطوله منتخب مصر خدها وكان بيضيع، عمل كده كان بيضيع فيها وقت او لعيب من منتخب مصر واحد على مدار التاريخ. يا راجل ده احنا في انجولا كنا كاسبين الجزائر 4 وبتجروا وبتلعب وعايز تجيب الخامس والسادس. كان هم اللي بيضيعوا وقت. في 2008 نفس الكلام، كل الفرق. اقول لك الحاجه، في 98 انت نفس كل الفرق بتكسبها وبتكسبها مكسب مستريح، فما فيش الكلام ده يعني. انا ما شفتوش بصراحه مع منتخب مصر، هو اتلخبط بس في الاسماء شويه. اتلخبط. طيب وعود ان شاء الله بالمنتخب في هذه الدوره. نعم، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. قبل ان نختم الاخ طارق، اريد ان اعرف ما هي المنتخبات التي ترشحها لتتويج بهذه المنافسه؟ اظن انه المرشح الوحيد والاوحد في هذه الدوره هو المنتخب كوت ديفوار. الوحيد والاوحد. انا بنا للنظر بعدها، السنغال، مصر، هناك اسماء. ما نقولوش اسماء، المرشح الوحيد، نحكوا على الترشيحات، المرشح الوحيد هو المنتخب الايفواري بسبب العديد من المعطيات. بعدها تجي المنتخبات التي ستنافس على اللقب، وهي المنتخب المصري، المنتخب السنغالي، والمنتخب التونسي اللي يقدر يخلق المنافسه المفاجاه، منتخب الكاميرون كذلك، والمنتخب الجزائري. يمكن ان يخلق المفاجاه. ما ايطاليا افريقيا، نحبه ولا نكرهه. منتخب تونسي فاهم افريقيا كيفاش تمشي. المنتخب الوحيد اللي فاهم افريقيا كيفاش تمشي، يدافع جيدا. ولما سجل واحد لا تارق، شوف يوسف واش كان يقول لك تارق، راني يعني نخمم كيما هو البلد المنظم صعيب في بلاده هذا.
ما هو جديد وعنده لاعبين كاليتي، عنده ديتيرا ملاح راح يلعب غير لا في في الملاعب يعني المعششبه مليح حتى الملاعب الملاعب كلها ملاح يعني باش تشوف باش نقول لك كيما رشح هو لوكوب ديفوار انا نزيد له ماصر ونزيد له السنغال وربيعا الجزائر في كان 2019 كان ترشيحات كلها للمنتخب المصري بعد فعلا. خروجه من دور الربع النهائي تم تخرج الترشيحات وبعدها شكون لما نروحوا في العقلانيه في الترشيح بعد اول لقاء او ثاني لقاء من دور المجموعات نشوفوا مستوى الفرق لانه الذي ابانه منتخب موريتانيا من منتخب تونسي في مباراه وديه يخلينا نقولوا انه الدوره راح تكون صعبه وصعبه جدا. نعم يعني انتم الاثنين ما رشحتوش المنتخب المغربي انت لم تتحدث عنه استاذ كوليك نعم كوليك ديالي ما يرشحوش هو استاذ ناصر الصانع جدل كبير لانه قال لك لا. المغرب ستخرج من الدور الاول ما قلت لك ما قلت لكش من الدور الاول قلت لي راح تخرج من الدور الاول او الثاني انا هكذا قلت لك نعم لانه قلت لك جل الفرق راح تلعب مع المنتخب المغربي راح تكون ند للند المنتخب المغربي معروفين دوك بالكولاسة ومعروفين بالإنجاز اللي حقوه كل الفرق راح معهم المنتخب المغربي سيستنسخ نسخة الجزائر في 2015 بعد كأس العالم 2014 هذا واش نقدر نقول بمعنى ليكسيتاسيون هذيك الليكسيت اللي لحقوا ليه في الكوب دي موند راح يخليهم يدخلوا واحد لاكروندو هذا باركور مقبول لحقنا الربع النهائي ربع نهائي ما نقولوش كنا مرشح بعد المستوى الكبير الذي حققناه امام المانيا كنا نقولوا خلاص كأس إفريقيا في الجزائر صح احنا هذيك الدورة كانت عندنا كلاسة مغربية كنا نفوتوا للنهائي أنا ذاك دوك هذه الأمور اللي تلعبوا لها لما تكون منتخب مغربي أول منتخب لحق لكوت ديفوار وراح يواجه حيلعب في الملعب اللي حيلعب فيه تفهم باللي هناك أمور تلعب في الخفاء في في الكاف وش نقول إن شاء الله يخرجوا من الدور الأول نتمنى بيان سير يخرجوا من الدور الأول تتمنى أنه يخرجوا من الدور الأول بيان سير نتمنى المغرب يخرجوا من الدور الأول باسكو ما جاء ما يجري الآن في الكاف وحرمان الجزائريين حرمان اتحاد العاصمة حرمان رياض محرز من العديد من الجوائز نظن أنه هنا أصبحت لعبة قادرة ظهرت للعيان الآن نتمنى إن شاء الله ما يجوزش كاع الدور الأول ونتمنى إن شاء الله غير المشاكل داخل المنتخب المغربي أمر رأيي نعم رأيي نعم رأيي واش قالوا ناصر شكرا رأيي شكرا السلام عليكم نعم شكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتموه اهلا وسهلا اصدقائي ومرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر كنتمنى من هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وصلنا لنهايه الفيديو كيفما شفنا اصدقائي حقد دفين من اعلامي جزائري على المنتخب المغربي لانهم كيشوفوا بان المنتخب المغربي يجي لهذا الكاس وهو يعني بكل قوة وناوي يعني التتويج بكأس أمم إفريقيا وكذلك المصر اللي تهما خايفين من المنتخب المغربي. نرمي الآراء ديالكم في التعليق ونقول لكم تلقاو فيديو جديد موضوع جديد والسلام عليكم.